أهلا بكم. أكد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أن الإدارة الأمريكية الجديدة ما زالت متمسكة بالنهج السابق فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة اليمنية، وهو ما يعني أن مبادرة كيري التي طرحت في وقت سابق ورفضتها الحكومة لا تزال هي أساس جهود الحل التي تسعى له الإدارة الأمريكية الجديدة. في هذه الحلقة نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: توجهات الإدارة الأمريكية تجاه الأزمة اليمنية في الوقت الراهن، وموقف الحكومة من جهود إعادة إحياء الحل السياسي وفقاً لمبادرة كيري. في وقت كانت تؤكد الحكومة الشرعية أن مبادرة كيري التي رفضت التعامل معها أصبحت من الماضي مع مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة، تأتي تصريحات السفير الأمريكي لتؤكد التوجه نحو إعادة إحياء مبادرة كيري باعتبارها أساس الحل في اليمن. في وقت سابق كانت الإدارة الأمريكية تؤكد أنها مع حل سياسي في اليمن لا يكافئ إيران وأنصارها، وهو ما تم تفسيره حينها بأنه تراجع عن مبادرة كيري التي تراها الحكومة بأنها تكافئ سلطة الانقلاب في صنعاء وتنحاز لرؤيتها. تبدو توجهات واشنطن في اليمن مثيرة وتلعب على مختلف المتناقضات، فيما يرى مراقبون أن هذه التصريحات والتحركات الأمريكية تشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتبنى حتى اللحظة سياسة متكاملة تجاه الملف اليمني. نبدأ النقاش مشاهدينا بعد مشاهدة هذا التقرير. ما زال الغموض في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه اليمن سيد الموقف، فبينما تتوالى تصريحات أمريكية بالاعتراف بالشرعية وتحذير سلطة الانقلاب وتهديد إيران، تصدر في الوقت ذاته تصريحات للسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر تؤكد تمسك الإدارة الأمريكية بخطة كيري. تصريحات تولر لاقت ارتياحا لدى ميليشيا الانقلاب، حيث أعلن الناطق الرسمي باسمها محمد عبد السلام تمسك جماعته بمبادرة كيري. تتزامن هذه المواقف الأمريكية المتناقضة مع تكثيف لعملياتها الجوية ضد القاعدة في ظل تساؤلات عن طبيعة هذه العمليات وإمكانية وجود تنسيق حقيقي مع الشرعية. يرى مراقبون أن واشنطن تلعب في ساحة فراغ لا دولة لصالح فرض واقع جديد لها في اليمن، فهي تعلن دعمها للشرعية لتوسيع تدخلاتها الجوية بدون شروط مكلفة لها، في ذات الوقت الذي تعطي فيه انطباعاً لسلطة الانقلاب بإمكانية استمرار التعاون معها. تتزامن هذه التطورات في السياسة الأمريكية مع توجه أمريكي باتجاه ترتيب أعداء واشنطن، فمواجهة كوريا الشمالية والصين كما تقول واشنطن تسبق تحجيم النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. يبقى الأهم هو كيفية تعامل الشرعية مع المواقف الأمريكية، فإذا كان من الصعب رفض التدخلات العسكرية المباشرة لواشنطن، فإن المتاح في نظر محللين هو إمكانية التنسيق معها لمنع تخلق جماعات إرهابية جديدة في المستقبل. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من الشارقة الباحث والكاتب الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. تصريحات السفير الأمريكي عن تأييد الإدارة الأمريكية الجديدة لمبادرة كيري كأساس للحل في اليمن، إلى ما يشير برأيك؟ يشير إلى أن الولايات المتحدة مثل أي دولة كبيرة في العالم لا تغير سياساتها بمنطق الانعطاف الحادة ولكن بمنطق متدرج. الحقيقة أن موقف الولايات المتحدة مما يجري في اليمن هو في المجرى النهائي، يصب في مجرى دعم الشرعية ومقاومة الإرهاب، باعتبار أن هذه المسألة مسألة جوهرية في السياسات الأمريكية منذ سبتمبر وإلى يومنا هذا. لكنهم في نفس الوقت يبحثون عن ميزان سياسي قد يؤدي إلى شكل من الأشكال الانتقال السلمي، وهذا الشكل من أشكال الانتقال السلمي يتطلب تضحية شجاعة من الأطراف المختلفة وخاصة من قبل الشرعية. في تقدير الشخصي لابد من التقاط هذه الإشارة على قاعدة أنها تعطي فرصة لإمكانية الحل، ولكن على قاعدة الثوابت والمرجعيات الأساسية التي لا يختلف عليها المجتمع الدولي والوضع الإقليمي. نعم دكتور. دكتور لكن أيضا الحكومة الأمريكية في تصريحات سابقة أكدت أنها تبحث عن حل في اليمن لا يكافئ إيران يعني تحالفاتها في اليمن، ولكن الحكومة تنظر أيضا في مبادرة كيري بأنها مكافأة للإنقلابيين ولأتباع إيران في اليمن.
أنا في تقديري الشخصي مثل هذه المبادرات السياسية لابد من قراءتها في نتائجها النهائية وليس من خلال الانطباع المباشر حول محتوى المبادرة. بمعنى آخر لابد من النظر للمسألة بنظرة بعيدة المدى أو متوسطة المدى وليس بمنطق أن هنالك من هو على حق ومن هو على باطل. الحقيقة أن أوراق الحق والباطل تختلط الآن بشكل واضح المعالم، والشاهد على ذلك أن القطاعات المتحالفة مع الحوثيين ليسوا بلون واحد وليسوا متوائمين أصلا في الأساس وفي الجوهر، وهنالك أيضا مقاربات وتقديرات مختلفة في جبهة الشرعية، وهي مقاربات وتقديرات تدخل في باب الاجتهاد وفي باب محاولة الوصول إلى حل منطقي وعاقل سواء بالمعنى الميداني العسكري أو بالمعنى السياسي الشامل. ولابد في هذا الصدد أن نستعيد كثير من المحطات خلال السنتين الماضيتين التي تؤكد لنا أننا بحاجة إلى حل سياسي جوهري يؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيق المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واستتباعات هذه النتائج فيما يتعلق بالدولة الاتحادية اليمنية الموحدة. نعم دكتور، ولكن من الملاحظ أيضا مسارعة الحوثيين عبر الناطق باسم الجماعة للتأكيد على تمسكهم بمبادرات كيري، ماذا يعني؟ هذا مجرد عمل سياسي، هذه مجرد فقاعات سياسية يتم التلويح بها. علينا أن نستوعب هذه المسألة على قاعدة ما هو جوهري وليس ما هو عربي. واضح تماما أن الحوثيين ومن يتحالف معهم يحاولون استغلال بعض الأمور الصغيرة بهذا القدر أو ذاك، ويبدون شيئا من المرونة السياسية الظاهرة، ولكنهم في الجوهر ليسوا مؤهلين لهذه المرونة السياسية. الشرعية مؤهلة لأن تمارس مرونة سياسية من موقع القوة المرتبطة بالميزات النسبية للشرعية، الميزات النسبية المتعلقة بوجود تحالف عربي بالدرجة الأولى، وجود تحالف وطني داخلي عريض بالدرجة الثانية، وأيضا وجود إجماع دولي. علينا أن نفهم أن من يتنازل من موقع القوة هو القادر على أن يناور سياسيا، أما الذي يتنازل من موقع الضعف فهو يحاول التمسك والتلويح بإظهار وجه مغاير للوجه الحقيقي لما فعلوه على مدى السنتين الماضيتين. نحن لسنا هنا بصدد محاكمة أخلاقية وإجرائية للحوثيين ومن يتحالف معهم، فهذا أمر بين وظاهر عند الجميع، ولكننا بصدد القول بأن الشرعية اليمنية بحاجة إلى مزيد من القدرة على تدوير المعادلة السياسية بطريقة أكثر حيوية ومرونة وذكاء. نعم، لكن دكتور يعني ما بين الموقفين، الموقف الرافض من قبل الحكومة لمبادرة كيري والموقف الآخر الماضي في اتجاه دعم مبادرة كيري وهو الموقف الأمريكي، كيف برأيك سيتم التوفيق بين الرغبتين؟ القضية ببساطة هي أن ما أعلن من قبل الحكومة قبل فترة من الزمن ليس صالحا اليوم. بمعنى آخر، نحن نعرف أن المتغيرات السياسية تؤدي بالضرورة إلى متغيرات في الخطاب، لكن هذه المتغيرات السياسية ومتغيرات الخطاب لا تؤثر في جوهر الأمور، لا تؤثر في الحقيقة الجوهرية المرتبطة أن هنالك شرعية يمنية وأن هذه الشرعية تستمد عناصرها من عوامل واضحة المعالم بالمعنى السياسي بالمعنى المجتمعي، وأن هذه الشرعية لابد أن تمتلك قدر كبير من الشجاعة الأدبية المرتبطة بالذهاب بعيدا في خيار المستقبل. هنا أود أن أقول أنه لابد من تكون الشرعية قادرة على المناورة السياسية بطريقة أكثر حيوية ومرونة وذكاء، ولست أنا بصدد محاكمة الشرعية اليمنية في هذا الأفق، فأنا لست في الميدان ولا أعرف تفاصيل كثيرة في هذا الميدان، ولكن ما أعرفه أن هنالك إمكانية حقيقية لاستغلال عديد من العناصر الحيوية المرتبطة بالأداء السياسي. نعم دكتور، تكرم بالبقاء معي، سأشرك معنا بالنقاش من مسقط الباحث الأكاديمي الدكتور عبد الله الغيلاني. مرحبا بك دكتور. مرحبتين، حياكم الله والسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. يعني دكتور، لو بدأنا معك في التوجهات والتصريحات الأمريكية تبدو متضاربة في الموقف تجاه الأزمة اليمنية، ما هو الموقف الحقيقي للسياسة الأمريكية في اليمن برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء لا أرى أن هناك تعارضا بين المواقف الأمريكية، قد يبدو الأمر كذلك في الظاهر ولكنه في الجوهر ليس هناك تعارض. يعني نحن نعلم أن مبادرة كيري أطلقت في أغسطس من العام المنصرم وأطلقت من جدة، أي من قلب يعني منظومة التعاون. أعقب إطلاق هذه المبادرة والتي ولدت ميتة حقيقة، لأنها لم تكن، لا يمكن
يعني علميا لا يمكن وصف هذه المبادرة بأنها مبادرة أي يعني حزمة متكاملة للحل، وإنما كانت يعني أفكار مبعثرة، ولكن على أي حال الإعلام أطلق عليها مبادرة. أعقب إطلاق هذه المبادرة جملة من الإجراءات، منها زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى مسقط والتقائه بوفد الحوثيين، ثم هذا كان في سبتمبر من 2016، ثم أعقب ذلك إطلاق ما أطلق عليه آنذاك اتفاقية مسقط. واتفاقية مسقط بحد ذاتها كانت أمرا مضحكا، كان جون كيري موجود في مسقط، قيل أن هناك وفد سعودي موجود أيضا وفد حوثي، ولكن الطرف المعني بهذه الازمه بالازمه اليمنيه لم يكن حاضرا، وبالتالي لم يوقع على اتفاقيه مسقط. فهذا هو المسار التاريخي الذي تسلسلت فيه او سارت في مبادره كيري. عندما غادرت اداره الرئيس اوباما وجاءت اداره الرئيس ترامب، كل اللي حدث هو يعني انقلاب في الخطاب السياسي، تحول في المفردات السياسيه. الاداره الامريكيه الحاليه تبنت مفردات اكثر حده تجاه إيران وحلفاء إيران ومشروع إيران في المنطقة، ولكنها أيضا لم تفصح عن رؤية معينة محددة علمية حول الأزمة اليمنية، وبالتالي حدث فراغ سياسي في هذه المنطقة. هذا الفراغ السياسي الآن يراد له أن يسد العودة إلى مبادرة جون كيري في حالة ارتدادية للإدارة الأمريكية. ولكن يا دكتور، هو أيضا يعني التصريحات السابقة للإدارة قبل التصريح الأخير السفيرة الأمريكية، هي قالت أن الحل باليمن يجب أن يكون بعيدا عن مكافأة إيران وأتباعها في اليمن، بينما ما هو متواجد في مبادرة كيري هو دعم واضح وأيضا متوافق مع رؤى الإنقلابيين في اليمن. هذا هو التناقض. هذا تفسيرنا نحن، ولكن الإدارة الأمريكية لا ترى في مبادرة كيري مكافأة لإيران، رغم أنني كما قلت أن مبادرة كيري لا يمكن أن تسمى مبادرة، أي أنها لا تمثل حزمة متماسكة متكاملة من الحل السياسي أو من يعني بدء تفاوضات أو عملية يمكن أن تفضي إلى حل سياسي. هي حزمة أفكار مبعثرة، تشكيل حكومة وطنية، الانسحاب العسكري من صنعاء وما حولها، تسليم السلاح الثقيل، هذه الأركان هذه المبادرة إن صح أن يطلق عليها مبادرة. فالحكومة الأمريكية لا ترى أن هناك تناقضا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني علينا أن نوسع أخي الكريم دائرة النظر، يعني هذا التصريح الذي أدى به السفير الأمريكي في صنعاء أمس السبت، علينا أن نربطه يعني ما يجري في المنطقة وفي الإقليم، سواء حول الأزمة اليمنية أو غيرها. قبل تقريبا أسبوع المبعوث الأممي من موسكو أطلق تصريحا يعني قال فيه أنه لابد من تشكيل لجنة دولية لحل الأزمة اليمنية، وقد قلت آنذاك أن لا يمكن لمبعوث أممي بمستوى ولد الشيخ أن يطلق هكذا تصريح دون أن يكون هناك أو يعني دون أن يكون هذا التصريح معبرا عن توافق بين الفرقاء الدوليين والإقليميين، وهذا الذي يعني تأكد اليوم. فتصريحات السفير الأمريكي الأخيرة تصب في هذا الاتجاه. ما هو هذا الاتجاه؟ هذا الاتجاه هو تدويل وبالتالي تعويم الأزمة اليمنية، أي تركها هكذا تتدحرج في أروقة الأمم المتحدة. واحد. اثنين، المضيف التفاوض مع إيران على قضايا أخرى إلى أن تنضج يعني حالة التفاوض على هذه القضايا الأخرى، يمكن أن تستخدم عندئذ الأزمة اليمنية كأداة من أدوات التفاوض أو ورقة من أوراق التفاوض. أحسب أن التحالف العربي، وهذه قضية جدا مهمة، أحسب أن التحالف العربي وهو طرف رئيسي في هذه الأزمة يواجه ضغوطا أمريكية لا قبل له بها، فهو لم يعلن رفضه لمبادرة كيري، لم يعلن تحفظه على 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 ما أطلقه ابن الشيخ في الأسبوع الماضي، لم يقدم بديلا سياسيا أو حلا سياسيا بديلا لما يجري الآن في المنطقة والعالم. فهذه الاعتبارات والمعطيات التي تجري أو يتم التعامل وفقها مع الأزمة. هذه الجزئية سنعود لنقاشها بشكل أوسع دكتور، ولكن دعني أعود بالسؤال لضيفي الآخر الدكتور عمر عبد العزيز من الشارقة. دكتور عمر، يعني في هذه الأثناء يصل المبعوث الأممي إلى الكويت في سياق البحث عن حل الأزمة اليمنية، هل تبدو اللحظة مقبلة على تحرك سياسي جديد للتوصل إلى حل، وما هي يعني فرص مثل هذا التحرك إن تم؟ كويتي وقبلها دور عماني يتعلق بإمكانية الوساطة
فيما يتعلق بالتحالف العربي من جهة وإيران من جهة أخرى. وطبعا لذلك هذه الوساطة لابد أن تكون ذات علاقة بالمعطى الدولي على وجه التحديد. وهنالك اتجاهات سواء في المنطقة العربية أو في إيران تبحث عن محاولة حل بعض المشاكل. أي نعم هنالك خلافات، وخاصة في الجبهة الإيرانية هنالك خلاف جوهري وأساسي بين الجماعات الأيديولوجية المحافظة التي تريد تعميم نظام ولاية الفقيه، وبين الإصلاحيين الذين هم جزء من تركيبة النظام، ناهيك عن بقية مكونات الشعب في إيران. وبالتالي هؤلاء أيضا هنالك من يعتقد أن الاستمرار في الصدام مع الإقليم العربي بالمعنى الواسع للكلمة ليس لصالح إيران بالمعنى الاستراتيجي للكلمة. ولهذا السبب أنا أعتقد أن هنالك جهود سياسية تبذل من مختلف الأطراف. الكويت كان لها دور فيما يتعلق بمحاولة احتضان اليمني، وأيضا كان هنالك زيارة رئيس كما نعلم جيدا إلى الكويت إلى سلطنة عمان، وهنالك بعض المؤشرات المتعلقة بالمعطى الدولي. وهنا نعود إلى المسألة الأمريكية، علينا أن نفهم أن أمريكا دولة كبيرة وأنها لا تقلب الصفحات في الملفات بطريقة متسارعة ولكن بطريقة متأنية، وأن لها حسابات جيوسياسية مركبة ومعقدة. وطبعا لذلك يفترض أن يكون هناك استيعاب من قبل فرقاء الساحة اليمنية، أقصد تحديدا فرقاء الشرعية اليمنية، فيما يتعلق بهذه المعطيات الإقليمية والدولية المركبة والمعقدة. بمعنى آخر ليس الأمر يصب في مجرى الحق والباطل ومن هو على حق ومن هو على باطل، ولكنه يصب في مجرى الإمكانية السياسية التي تنقذ اليمن من هذه الحالة المزعجة التي إذا ما تفاقمت وإذا ما تطورت فإنها ستخلق على الأرض معطيات جديدة خلافية في كل الجبهات الماثلة وفي كل الحلفاء الماثلين الآن على الأرض. نعم، لكن دكتور بما أنك أوضحت أن لا يوجد هناك تناقضات في السياسة الأمريكية، لكن البعض يرى أن هناك يعني الإدارة الأمريكية ترسل إشارات مختلفة لجميع الأطراف. ما الذي تسعى إليه الولايات المتحدة بالضبط في اليمن؟ الولايات المتحدة سياستها الخارجية منذ قديم الزمان هي سياسة اللعب بأوراق متعددة وفتح أجندات مختلفة والتواصل مع مختلف الأطراف. تلك هي سياسة الإمبراطوريات والدول الكبيرة والدول العظمى، لا تتعامل مع طرف واحد وليس لها رأي واحد. هي ببساطة شديدة جدا تدير هذه اللعبة بطريقة إسفنجية إنجاز التعبير، ولهذا السبب تظل على صلة بمختلف الأطراف. وتلك واحدة من أشكال البراغماتية السياسية الأمريكية المتوارثة في الإدارة الأمريكية منذ زمن بعيد. وعلينا في هذا المعنى أن نفهم أنهم لا يلعبون بحال من الأحوال بكرة صفراء أو حمراء أو خضراء، ولكنهم يلعبون بكل الألوان. وفي سياق هذا اللعب بكل الألوان تختفي الأيديولوجيا وتختفي المبادئ العامة التي تصب في مجرى المثال إنجاز التعبير. العمل هو عمل براغماتي. لقد رأينا مثل هذه المسألة عند الولايات المتحدة في كثير من الملفات الساخنة في العالم، وتحديدا في الملف الفلسطيني وملف الشرق الأوسط بعامة، أيضا في عدد من البؤر الساخنة كما حصل مع الملف الصومالي أكثر من عقدين من الزمن. هذا مثل قريب مثل اليمني. فكانت الولايات المتحدة دائما وأبدا تبقي الأمور في حالة تعويم انتظارا للقوة التي ستكون فاعلة على الأرض ولديها وعدها في هذه اللحظة إمكانية أن تتعامل مع هذه القوة أيا كانت هذه القوة. نعم، أشكرك جزيلا دكتور. تفضل. أكمل دكتور. هذه المسألة إذا ما استوعبناها استيعاب حقيقي في هذه الحالة نستطيع أن نعرف أن السياسة الأمريكية الخارجية وخاصة فيما يتعلق بالمنطقة العربية والشرق الأوسط ليس فيها انعطافات حادة. قراءتهم لهذا الملف هي ذات القراءة التاريخية التي لا تتغير من حيث الجذر. ربما هنالك متغيرات داخلية تحصل في الولايات المتحدة بهذا القدر أو ذاك، وفيما يتعلق أيضا بعلاقتها في العالم الأوروبي والعالم الآسيوي إلى حد ما، ولكن فيما يتعلق بحالة الضعف الهيكلي الكبير في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط هم يحافظون على نفس النمط السابق في التعامل مع هذه الحالة. نعم، إذن أشكرك جزيلا الدكتور عمر عبد العزيز، كنت معنا من الشارقة المحلل والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط. دكتور، يعني لو تحدثنا عن الموقف الخليجي، يبدو هذا الموقف مقاربا في جزئية مبادرة كيري، وعلى الرغم من أن المبادرة جاءت بعد اجتماعات عقدها كيري مع وزراء خارجية هذه الدول، هل هذه المبادرة تمثل
موقف دول التحالف العربي؟ يبدو الأمر كذلك، لأن كما أسلفت قبل قليل أن المبادرة أعلنت بعد اجتماع جون كيري مع منظومة التعاون في جدة في أغسطس من العام الماضي، وبالتالي كان هناك صحيح أنها لم يصدر عن التحالف العربي تصريح صريح يؤكد هذه الموافقة وهذا القبول للمبادرة، ولكن كون المبادرة أعلنت من قلب منطقة التعاون وفي ذات الوقت أيضا لا يوجد موقف من قبل دول التحالف داعم لموقف الحكومة أيضا. صحيح، الحكومة اليمنية تقصد؟ نعم، يعني هو أنت تحدث أنه لا يوجد موقف صريح تجاه المبادرة، ولكن أيضا في المقابل لا يوجد موقف من التحالف داعم لموقف الحكومة اليمنية. هذا صحيح، وهذه إحدى المفارقات الكبرى. يعني الأمور الآن تدار، مبادرة كيري منذ أن تم إطلاقها في أغسطس إلى الآن الحكومة اليمنية الشرعية لا زالت تكرر رفضها لهذه المبادرة، وهي لم تستصحب أصلا في أي جولة من جولات التفاوض حول هذه المبادرة. هذا حقيقة من المفارقات، أن اللاعب الرئيسي في الملعب اليمني مبعد تماما ومقصى تماما ولا شأن له بما يجري، وهذا أمر غريب جدا. لكن دعني أعرج على سؤالك قبل قليل حول ما هي المصالح الأمريكية في المنطقة أو في اليمن تحديدا. أنا أحسب أن السياسة الخارجية الأمريكية في اليمن محكومة بجملة من المكونات. أول هذه المكونات القاعدة، الولايات المتحدة اليوم تخوض حرب ضارية مع تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، وهي تسعى سعيا حثيثا الى استئصال يعني القاعدة، ولا تكاد تحقق نجاحات تذكر في هذا الصدد. المسألة الثانية استخدام الأزمة اليمنية كأداة من أدوات التفاوض مع إيران. المكون الثالث أو البعد الثالث للسياسة الخارجية أو الذي يحكم السياسة الأمريكية في اليمن هو مستقبل العملية السياسية في اليمن. نحن نعلم أن أي عملية سياسية حقيقية تفضي إلى توافقات وإلى عملية ديمقراطية وإلى استقرار، معنى ذلك أن المكون الإسلامي المعتدل سوف يكون حاضرا وبقوة في هذه الخارطة الجديدة. الولايات المتحدة وربما بعض الحلفاء أو بعض اللاعبين الإقليميين لا يريدون هذا. إذن هذا مكون آخر من المكونات التي تحكم يعني مرئيات السياسة الخارجية الأمريكية. ثم هناك الأمن القومي الخليجي من المنظور الأمريكي، يعني الولايات المتحدة أيضا لا تريد لليمن أن يتحول إلى دولة فاشلة تماما، هي دولة الآن شبه فاشلة ولكن لا يريد له أن يتحول إلى فاشلة بحيث أنها يعني تفيض يعني مآسي إنسانية ويعني إرهابة وما إلى ذلك إلى الحليف الخليجي، فذلك يزعج أو يعني يعكر صفو الاستقرار الذي تريد الولايات المتحدة في منطقة الخليج. نعم، لكن يا دكتور الحكومة اليمنية اليوم يعني بموقفها الرافض لمبادرة كيري وبدون أيضا إسناد سياسي من التحالف العربي لموقفها، يعني كيف ستواجه المرحلة القادمة؟ كيف سيكون الواقع برأيك؟ أنا أتصور وقد قلت هذا مرارا في غير مناسبة أن حكومة الرئيس هادي تعاني من حالة من العجز الاستراتيجي، وعليها أن تخرج من حالة العجز إلى حالة المكن الاستراتيجي، وحتى تفعل هذا فعليها أن لا تبالغ في الاتكاء على الحليف الإقليمي. يعني ينبغي أن تتمتع أو أن يعني تحصل شيء من القوة الذاتية بحيث تستطيع أن تكون هي اللاعب الرئيسي في الأزمة اليمنية. هذا غير متحقق الآن. ما أقصده تماما، أولا عليها أن تعيد بناء القوة العسكرية سواء الجيش الوطني أو المقاومة. اثنين عليها أن تبلور رؤية سياسية وأن تقيم مجتمعا ديمقراطيا، حالة ديمقراطية توافقية في المناطق المحررة. ثلاثة عليها أن تقدم شيء من يعني المنجز الإنساني الخدمي للشعب اليمني، تكتسب شيء من مواطن القوة. اكتسابها لمواطن القوة هذا يمكنها من أن تكون لاعب رئيسي. الآن هي في حالة عجز استراتيجي كما قلت، وبالتالي اللاعبون الإقليميون واللاعبون الدوليون يتعاملون مع الحكومة الشرعية بقدر كبير من الاستخفاف والازدراء. نعم، إذا ما عدنا دكتور للموقف الأمريكي في هذا التصريح. نعم. في هذا التصريح تحديدا، تصريح السفير الأمريكي الأخير. نعم نعم، هذا كما ذكرت قبل قليل أن يعني حدث حالة فراغ منذ مغادرة إدارة الرئيس أوباما في يناير إلى الآن. الحكومة الأمريكية حكومة الرئيس ترامب، رغم أن هناك انقلاب في الخطاب السياسي وتحول في المفردات وحالة من العنف اللفظي تمارسه الإدارة، ولكن على المستوى الاستراتيجي لم تبلور الرؤية.
لا فيما يتصل بقضية اليمن ولا فيما يتصل بالقضايا الإقليمية الأخرى. إذن حالة الفراغ السياسي التي حدثت دعت إدارة الرئيس ترامب إلى هذا الارتداد وبالتالي القبول بمبادرة يعني كيري، وأحسب أن هذا هو الموقف الرسمي، ولكن هذا ليس موقفا عبثيا. يعني الحكومة الأمريكية لا تفعل ذلك يعني نتيجة الفراغ السياسي فقط وأنها لا تملك، لا، وإنما هذا توافق دولي بدليل أن هذه المبادرة قد تم التبشير بها بصورة غير مباشرة قبل أسبوع من موسكو، عندما أعلن ابن الشيخ أن الحل في اليمن يجب أن يكون نابعا من لجنة دولية. إذن هناك اتجاه لتدويل وبالتالي تعويم الأزمة اليمنية، وهذا توافق دولي، لا يمكن للمسؤول الأممي أن يطلق هكذا تصريح دون أن تكون الولايات المتحدة حاضرة بل موافقة على هذا التصريح. أنا أخشى ما أخشى الآن أن تكون الأزمة اليمنية تتحول إلى أداة ويعني ورقة تفاوض على الملفات الأخرى بين الولايات المتحدة، إيران، روسيا وبعض اللاعبين الإقليميين، واحد. اثنين، أن تستخدم للضغط على إيران في إنجاز تقدم على الجبهات الأخرى. ثلاثة، تعويم الأزمة اليمنية بمعنى جعلها حالة عائمة في أروقة الأمم المتحدة يتم التلاعب بها إلى حين من الدهر. هذا أخشى ما أخشى وأرجو أن لا يكون يعني تكهن صحيح. وضحت الصورة دكتور، أشكرك جزيلا. الباحث والأكاديمي دكتور عبدالله الغيلاني كنت معنا عبر الهاتف من مسقط، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر ضيوفي، كان معي الدكتور عمر عبد العزيز من الشارقة، والشكر أيضا للدكتور عبد الله الغيلاني الباحث والأكاديمي كان معنا من مسقط. مشاهدينا ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل كمال حيدر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.